أصر الطباخ السوري المغترب خالد عزام على يدشن عمله في أربيل بصنع أكبر فطيرة في تاريخ الإقليم بطول 100 متر محشوة بلحم الدجاج. الفطيرة التي استغرقت نحو 30 ساعة من العمل خصصت كوجبة غداء ل400 لاجئ سوري في أحد المخيمات القريبة كبادرة تضامن وتعاطف من مجموعة من الطهاة السوريين والعرب العاملين في الإقليم. عملنا هاي السندويشة بطول 100 متر محشية بالشاورما وكبيس ونوزعها للناس يلي للمخيمات بصورة عامة يعني بتتوزع. هاي السندويشة طولها 100 متر تكفي تقريبا ل400 شخص. هاي 400 شخص وإن الله راد نكون ناجحين وتوصل رسالتنا للعالم كلياته بانه هاي البلد بعدها بلد حي وبعدها فيها ناس بتحبها وعندها أفكارها وعندها طموحها. 30 من أمهر الطهاة ساهموا في إعداد هذه الفطيرة التي بلغ وزنها نحو ربع طن. وزنها تقريبا يقدر 200-250 كيلو بين خبز وخامات. وده مبدئيا يعني العمل ده تطوعي بالنسبه للشيف خالد يعني، وعايزين نعمل حاجه ما يعني ما اتعملتش قبل كده في العراق ولا في اربيل، تكون سباقه حبينا ان نشارك فيها يعني. عمليه انجاز الشطيره العملاقه حضرها جمع غفير من السكان المحليين وحظيت بتغطيه اعلاميه واسعه كحدث غير مسبوق في الاقليم. بهذه الفطيره العملاقه يطمح القائمون على المشروع في تحقيق غايتين أساسيتين، أولهما البرهنة على استمرار الحياة في إقليم كردستان رغم ظروف الحرب وأوجاعها، والثانية تسجيل رقم قياسي في مجال المبادرات الخيرية. هيوا عزيز، سكاي نيوز عربية، أربيل.